بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. أهلا بكم أحبائي في كل مكان وحلقة جديدة من وكان عرشه على الماء. الحقيقة من الموضوعات العلمية المثيرة جدا واللي نحب ان احنا نناقشها مع حضراتكم هو موضوع الاستنساخ، وخصوصا بعد استنساخ النعجة دولي وعاشت قد ايه وماتت بعد قد ايه، وهل يمكن ان احنا نطبق ده على الانسان ولا لا. كلنا لينا اعزاء علينا كاشخاص في عائلتنا او كعلماء او كاقتصاديين او سياسيين في المجتمع، كنا نتمنى ان هم يكونوا موجودين تاني بصورة او باخرى، هل ينفع ده ولا ما ينفعش؟ هنتكلم في الموضوع مع استاذنا الدكتور عادل محمد عباس الضيف الدائم والرائع في البرنامج. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك اخ محمد. هيا دكتور، موضوع انا شخصيا احب ان احنا نفهم فيه كل جديد. الاول يعني ايه استنساخ؟ هو الاستنساخ ان الواحد يعمل نسخة مكررة من مخلوق من مخلوقات، ده كلام يعني غير علمي، لان ما فيش حاجة اسمها استنساخ. وحواري حضرتك لما نيجي نتكلم على دولي، اللي حصل في دولي ما كانش استنساخ. كان ايه يا دكتور؟ كان حاجة تانية، يعني حاجة مشابهة، بنسميها بارثينوجينيسيس، أو يعني حاجة مشابهة. خليني أخش في الموضوع ببعض الرسومات التوضيحية. يا ريت يا دكتور. فالمحاضرة دي أو المحاضرة دي أنا قلتها في جامعة لندن، كانت عن الهيومن أند أنيمال كلونينج، اللي هو الإنسان والحيوانات والاستنساخ بتاعها من الناحية العلمية والناحية الأخلاقية ومن الناحية الدينية. ده موضوع مهم. زي ما شايف حضرتك ان في الكورنر بتاع الصورة في الشيطان اللي احنا عارفين الآية المشهورة، ان الشيطان بيحاول ان هو يخلي الناس تغير من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العظيم. وبعدين أنا بعتقد وأنا متأكد أن ناس كتيرة أو بتعتقد أن الناس اللي هي بتحاول تغير من مخلوقات الله، إيديهم في صوابعهم رؤوس الشياطين زي ما أنت شايف في الإيد ده. أول واحد عمل استنساخ اللي احنا بنقوله اسمه إيان ويلموت، وهو صديقي في اسكتلندا. والشغل بتاعه زي ما انت شايف على الميكروسكوب هنا، يعني هو ما عملش حاجة كبيرة جدا ولا معضلة كبيرة جدا. هو كل اللي عمله اللي انت شايفه ده، هو خد الدي ان اي النواة من ثدي ام دولي ذا شيب، كان اسمها بيتي. فخد النواة، نواة الخلية، نواة الخلية من المبيض من البويضة بتاعت دولي، وحقنها بالخلية اللي جاية من الثدي بتاع الأم. يعني خد البويضة من المبيض بتاع الأم بتاعت دولي، وخد النواة بتاع الخلية من الثدي وحطهم جوا بعض. هو اللي اكتشفوا ان لما بتعمل العملية دي بشرط انك انت تستعمل البويضة اللي ربنا خلقها، لما تحقنها بمادة الدي ان ايه من خلية اخرى، الخلية تتحول الى خلية جنينية وتحافظ على الخاصية اللي احنا شفناها في 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 محاضرات اخرى او في حلقات اخرى، ان البصمة الجينية تفضل زي ما هي، وفي الوقت نفسه سبحان الله الخلية تبتدي تنقسم كأنها خلية جنينية. فآدي في رأيي أنا الاكتشاف اللي حصل. يعني لما نبص على دولي ذا شيب، هو فضل يحاول محاولات
عشان يعمل دولي الأشيب 276 مرة. والمرة 276 نجح في انه ياخد، شايف الحاجات دي كلها زي ما انت عارف كلها تحت الميكروسكوب، يعني هو لا نقل ولا عمل عمليات ولا عمل اي حاجة. والشغل بتاع الفصل تحت الميكروسكوب او التشريح تحت الميكروسكوب الواقع انا اللي بدأته فعلا، انا اللي بدأت هذا الشغل في الناحية هنا على اليمين في سنة 64. كان 64. اول عمل اول عمل، انا كنت في جامعة شيفيل وكان اول مرة بحاول اكتشف سبب مرض من الامراض اسمه توكسوبلازموزيس، وحاولت اعزل الميكروب بتاعه او الحوصلة بتاعته تحت الميكروسكوب. وعملت شغلانة دهيا باستعبال انابيب زي القطارة بس رفيعة جدا. والعملية التكنيك ده الطريقة دي استعملناها بقى باستمرار، دخلت في جميع الاستعمالات بتاعة التلقيح الصناعي. لما تعرف حضرتك في التلقيح الصناعي بناخد بويضة بتاعة الست اللي ما بتقدرش تحبل وبناخدها برة وتحت الميكروسكوب بنحقنها بالحيوان المنوي ده الحقن المجهري، بالحقن المجهري، وبعدين ناخدها نحطها في أنبوبة نحط عليها مادة عشان تاكل وتعيش ونسيبها تتقسم لغاية ما تبقى العلقة. وبعدين ناخد العلقة نحطها بشويش في جدار الرحم، وإحنا بنعمل العملية دي بندي للست هرمونات نعدها لحالة الحمل. فده ده التلقيح الصناعي اللي هو معترف به وبنعمله دلوقتي بطريقة عادية ومستديمة. إيان ويلموت كل اللي هو عمله استعمل الطريقة اللي أنا عملتها في سنة 64، وحقن خد البويضة بتاعة أم دولي وزي ما قلت حضرتك اسمها بيتي، وحقنها بمادة النواة اللي جايبها من ثدي أم دولي، يعني الاثنين مع بعض. وبعدين جاب حيوان تاني، يعني ام دولي ما خلفتش دولي، خد من ام دولي الخلايا الخليتين اللي هم اللي من الثدي والخليه الثانيه، الخليه الثانيه من المبيض من نفس يعني من نفس يعني استنى برضو استعمل البويضه بتاعه الله سبحانه وتعالى. يعني هو كل اللي استغنى بيه استغنى عنه الحيوان المنوي بتاع الراجل او بتاع هي كل القصه دي كان عايز يثبت انه ممكن نعمل يعني يحصل خلفه او يحصل وجود كائن جديد من غير تدخل الطرفين الطرف واحد بس من غير تدخل الرجل الذكر يعني الذكر سواء في الرجل ده في الانسان او في الحيوان بقى من غير تدخل الذكر. وطبعا الفكرة اقتصادية، يعني برضو خلينا ننبه هنا يا دكتور ده برضو داخل تحت بند تغيير خلق الله اهو كده، وزي ما بتقول الايه حضرتك اهو كده عايزين يغيروا. عشان كده انا حطيت الايه قبل ما اتكلم في الموضوع. جميل نفس الحكايه. تمام. لان هو ما عملش استنساخ، هو خد ام جدولي بيتي وخد منها البيضه بتاعه البويضه وطلع منها النواه، وبعدين جاب نواه من ثديها وحقن النواه في البيضه اللي ربنا خلقها من غير النواه. فلما عمل العملية دي سبحان الله هو اكتشف حاجة جديدة. ايه الحاجة الجديدة اللي شافها؟ اكتشف ان لما تعمل العملية دي تعمل خلية جينية، خلية جنينية وتبتدي تنقسم بالسرعة. لما تنقسم تؤدي لايه بقى؟ تطلع ايه؟ تطلع دولي. طلعت دولي. دولي ما تعتبرش بنت باتي دي. لا ما ياش هي بنتها بالخلايا. لكن ام دولي بيتي ما حملتش فيها. طب هي حملت في نعاج اخرى؟ هي موضوعها تاني بقى انفصل. لا كنت السؤال ده جالي دلوقتي من افتكرته دلوقتي. حبلت من ناس تانية. ما كانش فيها شبه من دولي ولا حاجه في اي حاجه. يعني اخوات دولي. لا هي شبه دولي. شبه دولي. بيتي شبه دولي. مفيش شك لانها جايه منها اصلا قلبا وقالبا، لان واخده الدي ان اي بتاعها من النواه وواخده السيتوبلازم بتاعها من البويضه. في نقطة كمان يا دكتور، ثانية واحدة بس أفهمك.
ان هو خد المجموعه دي او خد البيضه الملقحه دي وحطها في انبوبه وخلاها تكبر لغايه ما تبقى علقه، يعني تبقى 8 خلايا فما اكتر، وبعدين حطها في الرحم بتاع واحده نعجة تانية خالص. غريبة خالص. ناخد فاصل بعد إذن حضرتك وإذنكم أحبائي في كل مكان، فاصل ونرجع نكمل مع دولي والسنساخ ولا مش السنساخ بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم، ما زلنا مع الاستنساخ او بنتحدث عن النعجه دولي، ونشوف في تغيير في خلق الله البعض بيحاول يعمله وازاي ان ده مش ممكن يحصل او يؤدي لنتائج تانية هنعرفها مع الدكتور عادل محمد عباس. دكتور، كمان عايز من ضمن سؤالي لحضرتك، بعد ما بين لنا عمليه التلقيح اللي عملها هذا العالم، هل ينفع يجمعوا صفات وراثيه مميزه؟ يعني عايزين طلع اينشتاين، يعني عايزين طلع مثلا خليه فيها من اينشتاين ومن مارلين مونرو، يعني فهمني حضرتك. هو ده السبب، هو ده السبب اللي خلاه يبحث. هو كان عنده منحه من شركه كبيره علشان يحاولوا يعملوا الموضوع ده تجاريا، عشان يجيبوا انواع خرفان جديده ونعاج جديده مميزه قويه كبيره فيها كل الصفات اللي موجوده، وزنها كبير وهكذا، وخصوصا انه كانوا هيطبقوا الموضوع ده على البقر لانتاج اللبن عشان يطلعوا كميات وفيره. هو كان بيشتغل بمنحه من مؤسسات زراعيه لتنميه الثروه الحيوانيه ونجح فيها. وطبعا الجرايد هللت وقالت استنساخ، وهو ما هوش استنساخ، هو حاجه بنسميها اوبلازميك ترانسفير، اللي هو النقل للاوبلازم، ما هوش ما هوش في الحقيقه استنساخ. فدولي ذا شيب عاشت بامراض مفاصلها، كانت عندها التهاب في المفاصل وعاشت ضعيفه، وقعدت 5 سنين وما تسلفت. هو حقنها في زي ما قلنا الخليه اللي حضرتك قلت عليها، ايوه، 2 بويضه من نفس البويضه بتاعت الام باتي، بتاعت بيتي. وخد من البويضه النواه، وبعدين زرعهم، طلع النواه. اهم حاجه بقى زرعهم وخلى في نعجه اخرى، اداها استعداد. النعجه دي بقى هي اللي انجبت دي، اداها استعداد للحمل الاول، حقنها هرمونات استروجين، يعني بقت في الاتموسفير بتاع حاله الحمل، يعني استعداد جسدي لانها تحبل. وبعدين نمى الخليه الملقحه، طبعا ما هيش ملقحه، هي ملقحه صناعيا، بنواه من الثدي بتاع دولي، ام دولي. وحط الكلام ده كله، حط نماها في أنبوبة، تمام، وخلاها وصلت لعلقة. العلقة حوالي 8 ل16 خلية. وبعدين حقنها أو حطها على جدار الرحم من جوه بتاع نعجة أخرى، منفصلة، تمام، وخلاها طبعا يدعي إنها تستنى في الرحم، وعمل 276 محاملة بالدور، 276 محاولة. أيوة. نجح في واحدة منهم. أيوة. يعني شوف حضرتك، يعني مش عملية هزار أي واحد يعمل. وبعدين الناس اللي حبت تقلد إيان وولموت، مش بس فشلوا، خلقوا مخلوقات عجيبة المنظر والشكل وكلها مشوهة. ما ده بقى نتيجة اللعب بقى. نتيجة اللعب. فكل بعد لما لقوا العملية دي، أنا حاولت اجيب لك شويه صور عن نعجه بقره مهوله قد المكتب ده، مش ما قدرتش تقف على رجليها، هم عملوها عشان تبقى مليانه لحم ويطلعوها تبقى تجيب لحم كتير وتجيب فلوس كتير في بلجيكا. وفي الوقت نفسه لما قامت يا ولداه البقره دي، ما قدرتش تقف،
وزنها كان تقيل قوي لان ربنا ما خلقهاش كده، مش على استعداد لك، فرجليها ما شالتهاش وقع. فالوضع طبعا بقى وضع فظيع، وزي ما قلت لحضرتك ان الاسم العلمي لدولي ما هوش استنساخ، ده حاجه اسمها اوبلازميك ترانسفير، بلازما الماده السيتوبلازم بتاع الاوفم اللي هي البيضه من الام، جمعوه مع النواه بتاع، وده ما بنسموهوش استنساخ، بنسميه حاجه ثانيه، بنسميه تغيير في خلق الله. اهو كده، مش كده؟ طيب. الصوره دي بقى بتورينا ايان ويلموت وهو بينقل، يعني العمليه ما هياش حاجه عمليه فظيعه ولا بتاع، ده حته انبوبه زي بتاعه القطره ويحطها في الـ في الـ في البويضه بتاعه في البويضه بتاعه النعجه وبيشفط يطلع منها النواه، وبعدين يجيب الخليه الثانيه يشفط النواه ويحقنها في البويضه اللي جابها، ويعمل الشغلانه دي، حاول انه يعمل عمليه جماع ما بين السيتوبلازم وما بين النواه، وعمل المحاوله دي زي ما قلت لحضرتك 276. ده كان دؤوب قوي في كده. طبعا مدفوع له فلوس وقاعد بيشتغل على حساب الناس اللي مشغلين. من ضمن الناس بقى اللي ظهروا في حوالي من ضمن في سنتين الجماعه دول من فيتنام، وانا حطيتهم لان كان في الوقت ده بيدعوا ان هم استنسخوا العلقه بتاع الانسان، ودي العلقه ده ممكن يحصل في الانسان يا دكتور، يعني يجي عندنا اقول لحضرتك اهو ادي العلقه اللي هم جابوها، وانا حطيتها هنا هو المكرره عشان حضراتكم تشوفوا، وهي فعلا علقه حقيقيه، لكن طلعوا بعد كده انهم نصابين والراجل ده في السجن دلوقتي اللي حاول يعمل واترفد من الجامعه، فنصابين واترفدوا من الجامعه، وطلع ان الكلام اللي هم عملوه ده كلام فاضي، وكانوا بيجيبوا ستات يدوهم فلوس وياخدوا منهم البيضات بتاعتهم ويعملوها ويجيبوها على حقيقتها. فالكلام اللي هم حاطينه ده كلام غير حقيقي، وده بالناس بصحيح عندهم علاقة بصحيح. يعني ده كان بيفكرني بحلقات عملناها مع حضرتك كنا بنتكلم فيها عن البصمة، ربنا جعل كل واحد بصمة على شوف، رغم ان احنا مليارات من البشر منذ بدء الخليقه وحتى يوم القيامه بالظبط، وازاي نلاقي بصمه في العين وبصمه في الـ في الـ في الجلد الاصابع وبصمه يعني جينيه، مش كده؟ مظبوط، اللي احنا اللي هي في الخليه في الخليه فهل تغيير اللعب في البصمه الجينيه دي اعتقد مستحيل، لان ربنا مايز كل واحد عن الثاني، ما ينفعش نتكرر يعني عايزين، لا مستحيله. وفي الوقت نفسه كونك انك انت تعمل علقه كمان مستحيل، كلام مش معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. فأشوف حضرتك الناس بقى بتغش، بتغش في الميزان بالذات في الحيوان وفي الفراخ بالذات. يعني احنا عندنا في انجلترا المشكلة دي مشكلة شايعة، وافتكر انها شايعة في كل الدول، ان الناس بتحاول تحط مية عشان تزود الوزن بتاع الفرخة، يتقاضوا فلوس اكتر من ما يستحقون. فزي ما حضرتك عارف ان احنا غيرنا في خليقة الله، يعني ما خليناش الفراخ دي تسرح وتاكل زي ما هي عايزه. وفي واحد ده ايه بقى منظر ايه يا دكتور؟ المنظر ده منظر بتاع واحد هو اخصائي في علم الوراثه اسمه افيجادور كهانور او كهانر، نجح في انه يشيل الصفه الوراثيه الجين بتاع الريش، فعمل الفرخه يعني دي طلع فرخه من غير ريش عشان بتبرد كده. انا جبت الصوره الاولانيه لان لما تشوف حضرتك الفراخ دي كلها اللي محطوطه كلها مع بعضها في افران او في محاضن بتبقى في حضانات، يعني في حضانات بتبقى سخنه قوي وبيسخنوا
فبيحط لهم مبردات بيعملوا تكييف هواء. فقال لك بدل ما اعمل تكييف هواء اعمل فرخه ملهاش ريش عارف ما تتحرش يعني يتحروش لا تتأثر بدرجة الحرارة. بس منظر يعني منظر مرعب وده منظر حقيقي يعني طبعا والله الفرخة طلعت كده يعني في فرخة فعلا طلعت كده طبعا كلام يعني مظبوط شايف حضرتك البني آدم اللي واقف جنبها بعد الصورة اللي احنا شفناها دي ناخد فاصل كده ونرجع نكمل موضوعنا. اهلا بيكم احبائي. وكنا قبل الفاصل كان دكتور عادل بيورينا صوره يا ريت احبائنا المشاهدين يشوفوها تاني. احد العلماء كان عايز يطلع يعني فرخه او دجاجه من غير الريش بتاعها يعني تغيير نيو لوك للدجاجه مش كده طبعا. عشان ايه يا دكتور؟ عشان غرضين. الغرض الاولاني زي ما وريك حضرتك الصوره في المحضن انهم بيحطوا كلهم الفراخ مع بعض وبعدين يرجعوا يبردوهم فيوفر التبريد ويوفر انهم يصمدوا الفرخ. عارف حضرتك الفرخ يعني ما يضطروش يحطوها في ميه سخنه ولا سخنه عمليه بتكلف فطبعا الفرخه دي من غير ريش يبقى مش عايزه تتشرشها مع العدد الكبير وكده تشرشها وبعدين ما تبقاش حرانه اذا اتحطت في تبقى سواريه كده على طول اوكي لكن ده انتهى لايه يعني انت انتهى لمحاوله جينيه ما هو تغيير من خلق الله غير في خلق الله. انا متاكد ان طبعا الموضوع فشل متاكد ان الرباي ما بقاش سعيد بيه قوي بعد العمليه دي كلها والصور بتاعته منظر غريب في جرايد العالم كلها. فزي ما قلنا الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. حضرتك احنا بنفكر بالايه دي على اساس في هم عايزين برضو يغشوا الناس في اوزان الفراخ والحيوانات صح؟ بالظبط كده. ودي بتحصل انا اعرفش عندكم في مصر او عندنا في مصر بتحصل الكلام ده ولا لا لكن حصلت عندنا في انجلترا بشكل مهول. اللي هو ايه عملوا ايه يا دكتور؟ ان الفرخه جت وزنها تقيل جدا وفي الوقت نفسه ملهاش لحمه وتيجي تغليها او تشويها تطلع كلها صغيره كده تطلع كلها ميه فدوروا مقدده وطبعا طعمها وحش وحاجه وحشه. وفي الوقت نفسه الناحيه الدينيه احنا تدخلنا عشان الناحيه الدينيه لانهم كانوا بيحقنوها بالميه دي هم بيحقنوا الفراخ بميه على اساس وزنها يتقل لكن جسم الحيوان او الانسان ما يقدرش يشيل الميه من غير بروتينات اللي بتعمل الميه دي هو الميه لوحدها لو حضرتك حقنت ميه في حيوان وتتك عليه الميه تطلع لكن عشان المية تستنى لازم تعلقها وتخليها معلقة في محلول. المحلول ده محلول غروي والمحلول الغروي لازم يكون فيه بروتين. فيغشوها ازاي؟ يغشوها بانهم يحطوا بروتينات رخيصة. فايه البروتين الرخيص؟ جلد من الخنزير تاني نفس الحكايه. عشان كده في المحاضره او في البرزنتيشن او في التقديم اللي انا عملته الفرخه انا عملت لها راس بتاع ده خنزير وبيغشوا برضو بجلد الشعر والجلد بتاع البقره فعملت للفرخه جلد راس بقره. كل ده احنا بنحاول نوري الوزاره الموقف الخطير اللي احنا واقفينه. ومن الناحية الدينية ده غش طبعا كده في الميزان لا مش بس في الميزان ما انا جاي يعني زي ما صورة المطفين بتقول وتدليس في الناحية الدينية يعني انا ما باكلش خنزير وتبيع لي فرخة وتخليني اكل خنزير غصب عني غصب عني ممكن تاخد تحريم زي الخنزير وبعدين الاخوة الهندوة اللي هم محرم عليهم اكل البقر محرمين عليهم تعرف البقر عندهم مقدسة فتخليهم ياكلوا بقر غصب عنهم فدي اصبحت مشكلة كبيرة جدا في انجلترا مشكلة ضمير ومشكلة اخلاق ومشكلة دين يعني. وبعتوا ناس زي ما تقول جواسيس على المصنع اللي بيبعت لنا الفراخ دي في انجلترا
واحنا بنستعمل كميات كبيره جدا من الفراخ، والفراخ عاده مستعمله او بتستهلك بواسطه المسلمين والهنود. يعني احنا بنستخدم يمكن نستعمل 75% من فراخ انجلترا. طب ازاي الهرمونات دي اللي هم بيحقنوها هرمونات البروتينات، البروتينات دي زي ما بتبانش يا دكتور في التحاليل؟ لان اللي عامل المصنع ده حقن حقن الفراخ بابر زي ابر الحقن. اللي عامل الكلام ده كله مصنع الماني ماهر جدا. انت عارف الالمان مهره جدا في في في, في الصناعه الكيماويه، خصوصا في الكيماويه. فالفكره بتاعت الدي ان ايه الحلزوني اللي هو موجود على شكل سلم ده، وحضرتك احنا اتكلمنا عليه في اتكلمنا عن الخليه وان الدي ان ايه على شكل حلزوني، بياخدوه يكسروه بالانزيمات ويخلوه فاضل فيه واحده بس، لوحه واحده من الحلزون اللي كان موجود قبل كده. دي مهاره في الكيمياء بدرجه. وبالتالي يحصل ايه؟ وبالتالي لما تستعمل الاختبارات اللي احنا بنستعملها للبحث عن الدي ان ايه والار ان ايه نلاقي ما فيش حاجه. الاختبار يقول لنا انا سلبي، يعني ما فيش زياده في لا ما فيش دي ان ايه بتاع بقر ولا فيش دي ان ايه بتاع خنزير. اللي قدامك فرخه، فرخه مقصله مقصله من ظهر فرخه. فالمشكلة بقت كبيرة جدا وفي محلات كبيرة. وضع تجاري غير سليم، وضع ديني غير سليم، وضع ديني خطير أكيد. يعني أنت بتأكلني خنزير غصب عني طبعا، وبتغشني، أرتكب محرم غصب عني. بتغشني، من غشنا فليس منك كمان. بتغشني دينيا وبتغشني ماليا فآدي الناس اللي بتغير من خليقة الله، واللي بتعمل تدليس وغش باستعمال الحيوانات والغش فيه. وللاسف الكلام ده هيفضل. وقبل كل ده كمان تغيير في خلق الله اهو كده، زي ما اتكلمنا قبل كده عن الاستنساخ. غير في خلق الله وبيغشني، مش بس بيغير في خلق الله ويحط لي خنزير في وسط فرخه. طبعا ده يعني حاجه غير مقبوله. حولها لي اللحوم محرمه هي كده اهو كده، اللي اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده اهو كده. دكتور لخص لنا الموضوع ده كله ايه، والدروس المستفاده للساده المشاهدين ايه؟ الدروس المستفاده ان احنا نلتزم باننا ناكل لحم حلال، ده أول حاجة. تاني حاجة إن إحنا نلتزم بالذبح الحلال. جميل. وأنا طبعًا أعتذر للهيئات الكبيرة العالية اللي بتقول لازم نعمل نحط شوية كهرباء للفراخ ونحط الكلام ده كله، طبعًا على عيننا وراسنا. هم على أساس يعني ما يحسوش بالألم يعني. على عيننا وراسنا، بس لازم نتأكد إن الفرخ ما ماتتش قبل الذبح. وإيه كمان؟ والحقيقة دول والدرس الثاني ان احنا نبقى على بينة وحريصين ان احنا ما نستوردش فراخنا ولا لحومنا اطعمتنا ولا اطعمتنا من متعهدين مش واثقين فيه. ما احناش واثقين فيه كمان. لا ده ادعى كمان ان احنا ننتج احنا اللي بناكله، ما نضطرش حد يلعب لنا في اكلنا، يحط لنا جينات غلط، يطلعنا حاجات ثانيه. اذا كان ده ممكن، اذا كان ده ممكن طبعا ده الاولى، والاسلام بيحض الى ده ان احنا ننتج ما ناكل يعني. مش كده يا دكتور؟ يبقى شيء عظيم لو احنا كان انتاجنا بيكفينا وبيكفي شعبنا الكريم وشعوبنا الاسلاميه طبعا والعربيه. فده الوضع المثالي طبعا، والدرس القوي اللي بناخده من الاسلام. وكمان الاستنساخ اثبت لنا بما لا يدع مجال للشك انه التغيير في خلق الله لا يؤدي الى خير. انا طبعا ما قلتش، انا قلت بس حاجه بسيطه خالص. قلت انه مش استنساخ اصلا. اولا ما هوش استنساخ. ثانيا الحاجات اللي حاولوا يعملوها بقت فاشله، 99% من اللي عملوه كان مشوه. في كل المجالات الحقيقه دي دروس مستفاده، نبتعد عن كل من الغش وبعد عما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. العفو. شكرا جزيلا. ونلقاكم على خير ان شاء الله. تابعونا في حلقه قادمه من وكان عرشه على الماء.